مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك. القدس في قلوبنا وفي جوارحنا، وقد قدم العراقيون جميعا من أجل القدس وفلسطين الكثير، وهو مع ذلك دون ما نتمنى، بأننا نؤمن بأن القدس وبغداد وجهان لعملة واحدة، فوجود بغداد يعني القدس، وتحرير القدس يعني تحرير بغداد. بهذه الكلمات سطر الشيخ الراحل الدكتور حارث سليمان الضاري رحمة الله عليه قضية فلسطين في قلوب العراقيين. وقبل أن نستهل لقاءنا هذا، يطيب لنا أن نرحب بكم على ألسنة كوكبة من العلماء الأفاضل، ونبتدئ بالأستاذ حسين ديميركان مساعد مفتي إسطنبول، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أولاً بتحية الإسلام وتحية الله للمؤمنين في دار المقام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى إذ جمعني مع نخبة من العلماء والمثقفين وطلبة العلم في هذا المكان الطيب المبارك. أقول مكانا طيبا مباركا لأن فيه يدرس طلبة العلم ويحفظون كتاب الله عز وجل ويتعلمون العلوم الإسلامية في هذا المكان المبارك. حول قضية عظمى، ألا وهي قضية الصهيونية. أصلاً لا أريد أن أطيل الكلام، لأن هناك من سيلقي كلمة في هذا الموضوع، بس أردت أن أسلم عليكم. كما نرى أيها السادة الكرام، في العالم الإسلامي خصوصاً وفي العالم عموماً، أن الصهيونية هاجمت علينا بوسائل عديدة ومن كل ناحية، تريد إفساد الأخلاق، وتريد نشر الفساد في الثقافة وفي العالم الإسلامي، وعلينا أن نكون متيقظين تجاه هذه الصهيونية، وعلينا كالعلماء والمثقفين ومن يعلم أهمية هذا الأمر أن يوعي شعوبنا، لأن هناك في بعض الأحيان تكون مقاطعة المنتجات الإسرائيلية اليهودية، ولكن للأسف بعض المسلمين لا يهتمون بهذا، وعلينا أن نهتم بهذا وأن نقطع العلاقات بمنتجات اليهودية والإسرائيلية طول الزمان، ليس في زمن معين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الأمر مخرجاً، وأن يرزقنا في العالم الإسلامي متخلصين من فتنة ومن شر الصهيونية والإسرائيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الأستاذ حسين ديميركان مساعد مفتي إسطنبول على كلمته الطيبة المباركة،
والآن مع كلمة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الندوة المشتركة التي تقيمها هيئة علماء فلسطين وهيئة علماء المسلمين في العراق عن الخطر الصهيوني على العراق، وواجب العلماء في التصدي له والوقوف أمامه. ويطيب لي في هذا اللقاء وفي هذه الكلمة الافتتاحية أن أشكر جميع القائمين على التحضير لهذه الندوة من أجل أن تخرج بالصورة التي نتمنى، وشكر خاص لهذه المؤسسة المباركة لهذا الوقف الذي نلتقي فيه، ولمديره السيد فرقان ولمساعد مفتي إسطنبول، بارك الله فيه على كلمته وعلى المعاني الجميلة التي سمعناها منه. ولعل هذه الكلمة وهذا الحضور يؤكد أهمية التعاون من جميع الهيئات والجهات الدينية الرسمي منها وغير الرسمي في سبيل نصرة قضايا الأمة وإيضاح المخاطر التي تتهدد بلاد الأمة جميعا في فلسطين وفي تركيا وفي العراق، وهي البلاد الثلاثة التي جئنا منها من أجل أن نعرض لهذه القضية المهمة. ولعل اللقاء في هذه المؤسسة المباركة التي تعنى بطلبة العلم وبتحفيظ القرآن الكريم، وهي مثال متقدم لكثير من الأمثلة في هذا البلد الطيب، تعطينا دافعا على أن نبذل جهودا أكبر في هذه أو في ضمن هذه الشريحة، شريحة العلماء وطلبة العلم، للقيام بواجباتهم تجاه الأمة جميعا وتجاه قضية فلسطين خصوصا. هذه الندوة أيها الإخوة تتعرض للخطر الصهيوني الذي يتهدد العراق بعد الاحتلال، مع إضاءات على الدور التاريخي للعراق في الدفاع عن قضية فلسطين ودعمها والتصدي للخطر الصهيوني، ودور علماء العراق والعلماء الفلسطينيين في العراق في التصدي لهذا الخطر، وإن شاء الله تكون فاتحة لندوات ولقاءات ومؤتمرات تعالج قضايا أخرى عامة أو خاصة بقضية ما يتعلق بالخطر الصهيوني الذي يتهددنا جميعا. بارك الله فيكم وشكرا لكم على هذا الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور مثنى الضاري على كلمته التعريفية بهذه الندوة، ونشكره جزيل الشكر. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حياكم الله أيها الإخوة جميعا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبادي الأمر نشكر إخواننا في وقف إليكستيش على هذا الوقف القرآني، وفضيلة الشيخ علي والأستاذ فرقان، بارك الله فيكم. وطبعا نحن جزاه الله خيرا، طريقنا إلى الخير دائما سماحة النائب المفتي الأستاذ حسين دمرهان، بارك الله فيه وعلى كلمته الطيبة. وكلام أخونا الدكتور مثنى هو يغطي عنا وعنهم. يا إخواننا، الحقيقة هيئة علماء المسلمين في العراق وهيئة علماء فلسطين أرادوا أن يكونوا مثالا للهيئات والمؤسسات، وأن يعملوا معا، وأن نعمل جميعا معا كمؤسسات شرعية، لأننا إحنا المشايخ دائما ندعو الناس ليتحدوا، وإحنا كل واحد بيعمل لوحده، فعلينا أن نكون مثال عملي للعمل المشترك، نعمل معا. وجزاهم الله خيرا، نستظل بظل دائرة الإفتاء هنا في هذا البلد الأصيل والشؤون الدينية وهذا البلد المبارك، نسأل الله أن يحفظ تركيا والعراق
وفلسطين وكل بلاد المسلمين من كل سوء. هذا حول خطر، ولا شك أن هذه الندوة ستشكل إشارة وتوضح بعض المعالم المهمة في الخطر الصهيوني على الأمة، على العراق لما ضعفت شوكتها ووقعت حيث لا ينبغي أن تقع، فكيف أصبح مدخل للصهاينة على هذه البلاد المباركة. وإلا لا نستطيع أن نتحدث عن دور الشعب العراقي والقيادات العراقية الحقيقة على مدار الزمان تجاه قضية فلسطين. أعتقد الجيش العراقي في 48 بقي آخر الجيوش يقاوم، والبقاع التي كانت تحت يده تأخرت في السقوط حتى انتهت الأوامر، وكان معروف عندنا ماكو أوامر، يعني أنه القرارات كانت سياسية في ذهاب البلاد وليست ضعف عسكري، رغم الضعف ولكن عدونا خاير لا يستطيع أن يواجه. اليوم نحن معنيون إخواني الكرام أن نسلط الضوء، وهذه باكورة أعمال بإذن الله تعالى، نسلط الضوء على هذا العدو، ونسلط الضوء على أصالة أمتنا وشعوبها، وأنها تعيش هذه القضية في كل مكان، لأنها متعلقة بثالث بقاعها قداسة. وبالتالي لا يمكن للشعب العراقي ولا للشعب السوري ولا للشعب اليمني ولا للشعب الأندونيسي ولا للشعب التركي ولا للشعب التركستاني ولا الباكستاني ولا 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 أن يغفل عن هذه القضية. ثم كما يتضح لنا أن الخطر الصهيوني لا يستهدف فلسطين بحدودها التي يتكلم عنها فقط، تركيا محل أنظار العدو، والمدينة المنورة محل أنظار هذا العدو، وكل بقعة من بقاعنا. فالحقيقة الذي يدافع عن فلسطين هو يدافع عن البقعة التي يقيم فيها أيضا، وهذا واجبنا جميعا. وأنا لا أريد أن أطيل الحديث، جزاكم الله خيرا، كان بودنا أن يكون طبعا الحضور، لكن أجواء لكن الحمد لله في أجواء البث والوسائل المتاحة إن شاء الله ستغطي وستؤدي هذه الندوة مهمتها، وإن شاء الله يكون لها أثرها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزا الله خيرا إخواننا الذين رتبوا وجهزوا. الحقيقة إخواننا يعني في هيئة علماء المسلمين كانوا أنشط منا، ما يزعلوش علي جماعتي، فكانوا أكثر تفاعلا ومراسلة لنا وحثا، وهذا الله يجزيهم الخير لكبير وعظيم اهتمامهم، وكلنا بالهم شرك كما يقولون. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يرضى عنكم. الحضور الكرام، نبدأ أولى فعاليات هذه الندوة المشتركة، الخطر الصهيوني على العراق وواجب علماء العراق وفلسطين في مواجهته، مع الجلسة الأولى. أدعو الباحثين الكرام الدكتور جاسم الشمري، والباحث الأستاذ داود خلف، والباحث الدكتور مثنى الضاري ليتفضلوا. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة من دواعي الشرف أن نتكلم عن قضية مهمة من قضايا الأمة، ألا وهي القضية المصيرية الكبرى، قضية فلسطين. بحثي بعنوان دور العراق التاريخي في دعم القضية الفلسطينية. أهلا وسهلا. 1920 إلى عام 2003، وهذا يعني أن الورقة يعني تشمل أكثر من 80 عاما من يعني عمر الدولة العراقية. الحقيقة الكبرى أن القضية الفلسطينية تعد من تجارب حركات التحرر المتميزة، ليس فقط على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وإنما على مستوى العالم، وذلك بسبب صبرها وصمودها وقدرتها على التحدي لكيان بغيض يحاول طمس الهوية الفلسطينية والإسلامية وتغيير التاريخ وقلب الحقائق، ويرتكب كل يوم مجازر مستمرة
يقتل فيها الأبرياء ويطارد الأحرار الرافضين لمشاريعه، ويحارب كل من يقف بوجهه في أي مكان وفي أي زمان. وقد كانت الدولة العراقية في مختلف عهودها مع استثناءات معروفة في العهد الملكي زمن النكبة سنتي 1947 و48 كان لها جهود متميزة في دعم القضية الفلسطينية. وقد رتبت البحث بعدة مطالب، الأول عن نشأة الدولة العراقية، ثم بداية القضية الفلسطينية، ثم القضية الفلسطينية في العهد الملكي منذ عام 1921 إلى عام 1958 قيام ثورة 14 رمضان، ثم القضية الفلسطينية في العهد الجمهوري نستطيع أن نسميه الأول 1958-63، ثم القضية الفلسطينية في العهد الجمهوري 63-68، ثم القضية الفلسطينية في العهد الجمهوري الثالث 1968-2003، ولم نتناول مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بداية عام 2003. ما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى بات العراق تحت الانتداب البريطاني، أنا هنا أتحدث في عشرينيات القرن الماضي عن بداية تأسيس الدولة العراقية، وذلك بقرار من مؤتمر حلفاء في 25 نيسان 1920 الذي قضى، وهنا يعني مصادفة كبيرة، قضى بوضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. هذا القرار ومضامينه السياسية سبب صدمة كبيرة للشعب العراقي، وكانوا يأملون بالاستقلال، ولما خاب أملهم بادروا بالدفاع عن حقوقهم المشروعة من خلال مطالبات السلمية والانتفاضات المسلحة التي عمت العراق، وكان من ثمرتها ثورة 20 المباركة. وبسبب نتائج هذه الثورة، ثورة 20، وما كبدته للاحتلال البريطاني من خسائر مادية وبشرية، قامت الحكومة البريطانية بإنهاء الحكم العسكري المباشر في تشرين الأول سنة 1920، وتعيين السير بيرسي كوكس كمندوب سام، وإعلان عزم الحكومة البريطانية على تأسيس حكم وطني، تلاه تشكيل حكومة مؤقتة من بعض زعماء البلاد، والتحضير لإنشاء مجلس تأسيسي، ومن ثم اختيار الأمير فيصل بن حسين رحمه الله ملكا على العراق بحسب مقررات مؤتمر القاهرة 1921. وفي هذه اللحظة بدأت الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي. حينما نعود إلى بداية القضية الفلسطينية، هنا تحدثنا عن بداية الدولة أو نشوء الدولة العراقية الحديثة. انتهى الحكم العثماني لفلسطين مع الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى تمزيق أوصال الإمبراطورية العثمانية. تمزيقاً أقرته معاهدة سيبر ومعاهدة لوزان الأولى في عام 1920 والثانية في عام 1923. وطلبت بريطانيا العظمى التي كانت قد احتلت العراق قد احتلت فلسطين في أثناء الحرب من عصبة الأمم في عام 1919 أن تعهد إليها بإدارة هذه الأراضي في شكل انتداب دولي، وقد وافق مجلس عصبة الأمن عام 1922 على اقتراح البريطاني الذي جرى تعديله في عام 1920، وأصبح ساري مفعول في سبتمبر 1923، أي بعد عقد معاهدة لوزان في عام 1923، وقبل أن يبدأ تنفيذها في أغسطس آب 1924. وقد نظمت هذه معاهدة مستقبل أراضي التي اقتطعت من الإمبراطورية العثمانية. وكانت سياسة حكومة انتداب في فلسطين متأثرة منذ البداية بالوعد الذي قطعته على بريطانيا على نفسها لليهود بإقامة وطن
قومي لهم في فلسطين. ثم قدمت للعرب تأكيدات عديدة بأن حكما ذاتيا سوف يقام في فلسطين، ولكن العرب الذين خابت آمالهم وانزعجوا للهجرات اليهودية الحاشدة والتي وصلت في عام 1939 إلى أكثر من 400 ألف شخص، رفضوا أن يتعاونوا مع إدارة فلسطين، وبعاز من اللجنة العليا لفلسطين برئاسة الحاج أمين حسيني مفتي القدس رحمه الله، رد العرب بكثير من الانتفاضات والثورات في الأعوام 28 29 33 36 و39، وكانت اضطرابات دموية كبيرة ومهمة جدا في التاريخ، في تاريخ النضال الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. وبالرغم من ذلك رأينا أن اللوبي الفلسطيني والوكالة اليهودية عقدت مؤتمر زيورخ في عام 1929 التي ضمت أيضا ممثلين لليهود غير الصهيونيين، وقد أزعج الموقف في فلسطين اللجنة الدائمة للانتداب في عصبة الأمم التي أدانت بشدة في عام 1930 الإدارة البريطانية لفشلها في تلبية احتياجات العرب واليهود. وقبل اليهود خطة التقسيم، مشروع التقسيم الذي أقرته عصبة الأمم في نوفمبر 1947، ورفضها العرب. وقام الفدائيون الفلسطينيون بمهاجمة القوات اليهودية التي كانت تبذل جهودا كبيرة لاحتلال المناطق التي تحددت لها في خطة التقسيم. وبعد أن أعلنت بريطانيا يوم 15 مايو 1948 سحب قواتها من فلسطين، كان ديفيد بن جورين قد أعلن في اليوم السابق مولد دولة فلسطين، ومع ذلك بدأت في ديسمبر المعركة من جديد، ولكن مصر كانت هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت تحارب، ذلك لأن العراق وفلسطين وشرق الأردن منعوا قواتهم من الاشتراك في العمليات الحربية. ورغم التفوق العددي قوات مصرية إلا أنها انسحبت أمام اليهود الذين أوقفهم وقف إطلاق النار الذي فرضه مجلس الأمن، ومنذ تلك اللحظة بدأت الكارثة الفلسطينية. حقيقة أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وسأتكلم بما تبقى لدي لأن البداية هي المهمة جدا في تقديري من أجل بيان حالة الوضع في الدعم العراقي لقضية فلسطينية. شهدت مرحلة الثلاثينيات الميلادية من القرن الماضي وخلال عهد الملكي في العراق العديد من صور الدعم للقضية الفلسطينية، والمتمثل بالجهد السياسي للعمل من أجل منع صدور أي قرار يسعى إلى تقسيم فلسطين أو النيل من حقوقها. هذا كلام في العهد الملكي. حاول العراق ومن خلال منظمة الأمم المتحدة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. بعد وفاة الملك فيصل تسنم الحكم ابنه الملك غازي، واصل العراق وقوفه إلى جانب فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني. برلمانيا كانت القضية الفلسطينية من أهم القضايا على الإطلاق في العهد الملكي، وكان أول ذكر يرد للقضية الفلسطينية في مجلس 1929 إذ عطلت جلسة مجلس 5 دقائق بمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم. احتضان قيادات العمل الوطني المقاوم في فلسطين في العراق، فقد كانت بغداد محطة رحال قادة والمجاهدين والضباط والمفكرين والأدباء الفلسطينيين. مشاركة الجيش العراقي في معارك سنتين 47 و 48 واستبساله في الدفاع عن المدن الفلسطينية، تشكيل لجان عراقية داعمة للقضية الفلسطينية على المستوى الإعلامي التعبوي والمادي، ومن أبرزها لجنة إنقاذ فلسطين التي أسسها الشيخ العلامة
أمجد الزهاوي رحمه الله وعدد من العلماء والضباط والمثقفين. وبعد ثورة 1958 أو مجزرة 1958 التي نحرت العائلة المالكة في العراق التي قادها عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، دخل العراق في أول مراحل الحكم الجمهوري. ومع ذلك في هذه المرحلة أكدت هذه الثورة الجديدة على مساندة القضية الفلسطينية، وقدمت الحكومة العراقية مساعدات مادية كبيرة ومخصصات مالية للاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في العراق، وكانت الدراسة في المدارس والجامعات، وهذا في عهد عبد الكريم قاسم، والجامعات ودور المعلمين والمدارس المهنية والبعثات على حساب وزارة المعارف التي تسمى اليوم وزارة التربية. سعت الحكومة لتوفير السكن اللائق للاجئين الفلسطينيين في العراق. قدم الشعب العراقي مساعدات مالية مختلفة كتبرعات لجيش التحرير الفلسطيني. وفي يوم 8 شباط 1963 قامت ثورة جديدة في العراق وأنهت حكم عبد الكريم قاسم، وقد تقرر انتخاب عبد السلام عارف رحمه الله رئيسا للجمهورية وتشكيل وزارة برئاسة اللواء أحمد حسن البكر رحمه الله. وفي أعقاب ثورة عام 1963 بقي الدعم العراقي للقضية الفلسطينية عبر المحاور الآتية: أولا، دعم مراكز التعبئة والتجنيد التي بدأت في قطاع غزة والعراق، واستقبال المتطوعين من أبناء الشعب الفلسطيني والانضمام إلى صفوف جيش التحرير. ثانيا، تدريب ضباط وأفراد جيش التحرير الفلسطيني وقبول 60 ضابطا فلسطينيا في دورة تدريب تستمر لمدة 6 أشهر في العراق، المشاركة في حرب حزيران عام 1967 التي بادر العراق لمشاركة فيها. قام حزب البعث بالتحالف مع ضباط غير بعثيين بانقلاب أسقط بواسطته نظام عبد الرحمن عارف في 17 تموز 68، وأعلن أحمد حسن بكر رئيسا للجمهورية. وفي شهر حزيران عام 1979 أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية بعد إعفاء البكر من جميع مناصبه، وهذه هي المرحلة الثالثة أو الجمهورية العراقية الثالثة التي بدأت في عام 1968 وانتهت أو يعني حكم عليها بالإعدام في عام 2003. في هذه المرحلة كان الدعم العراقي يعني دعما مفتوحا، على الرغم من كل الظروف القاسية التي عانى منها العراق، وفي مقدمتها الحرب العراقية الإيرانية المكلفة والحصار الدولي الظالم على العراق بعد الغزو العراقي للكويت. وفي هذه المرحلة تم تدريب المقاتلين الفلسطينيين في بغداد، وتخرجت من العراق 3 دورات في سنتي 68 و69 ضمت نحو 300 متخرج انضموا جميعهم إلى جبهة التحرير العربية. وأيضا شارك العراق في حرب 1973، وفور إعلان الحرب قرر العراق المشاركة فيها، وقام بعدة خطوات مهمة في هذا السبيل، منها تأميم حصة أمريكا في نفط البصرة، وإرسال قوات جوية على عجل للجبهة الشمالية، ومواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي للثورة الفلسطينية، واستضافة اللقاءات والفعاليات الفلسطينية في العراق. دعم عائلات شهداء الانتفاضة، حيث كان العراق يقدم هدية مالية وكفالة لعائلات شهداء الانتفاضة، في البداية كانت 25,000 دولار، ثم يعني تحولت إلى 50,000 دولار في الوقت الذي كان فيه المدرس العراقي ربما يتقاضى 3 دولارات شهريا في زمن الحصار. فتخيلوا معي حجم يعني المعونة لعوائل الشهداء. تأسيس المراكز والمؤسسات الداعمة لقضية فلسطين،
ومن أبرزها مراكز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد ومجلته العلمية، فضلا عن مراكز البحوث فيها وخارجها. استضافة الكثير من الطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات العراقية مجانا، وتوفير سبل الدعم المناسبة لهم. وقد استمر الدعم العراقي للقضية الفلسطينية على الرغم من الحصار الدولي الذي فرض بعد الغزو العراقي للكويت، وحتى مرحلة عام 2003 بداية الاحتلال الأمريكي للعراق. أعتقد أن العراقيين حتى اليوم على الرغم من كل الظروف غير الطبيعية التي يمرون بها، ينظرون للقضية الفلسطينية على أنها قضية العرب المركزية والأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر للباحث الدكتور جاسم الشمري على ما تفضل به من بيان للأثر التاريخي للعراق في خدمة قضية فلسطين. ومع الورقة الثانية في هذه الجلسة مع الباحث الأستاذ داود خلف المتخصص في الشؤون والملفات الصهيونية، ليتحدث إليكم عن الاستهداف الصهيوني للعراق وأثره في فلسطين والمنطقة، فليتفضل. الحقيقة المشروع الصهيوني في دائما لخطورته وتوسعه يجب أن يكون موطن اهتمام وموطن دراسة وموطن تمحيص في كل الأوقات. ونظراً لخطورة الحركة الأخيرة التي اشترك فيها العدو الصهيوني، وهي تدمير العراق واستهداف العراق في المرحلة الأخيرة، فأنا أعتقد أن العلاقة والاستهداف الصهيوني للعراق قضية مهمة وذات بعد استراتيجي تحتاج إلى مزيد من التمحيص. وهنا أنا سأتكلم باختصار شديد لبعض الجوانب لمثل هذا الأمر، وسيشمل هذا الأمر أهمية الموضوع الاستهداف لماذا، ثم مجالات الاستهداف، ثم آثار الاستهداف، ثم آليات المواجهة. أهمية الاستهداف تكمن في ثلاثة أبعاد. البعد الأول تاريخي، وهي العلاقة ما بين اليهود وأرض الرافدين، ويشمل عدة مجالات. المجال الأول أن اليهود ينظرون أن للسبي البابلي من الآشوريين والبابليين وتدمير كياناتهم التي كانت في على أرض كنعان في فلسطين، مملكة ما يقال مملكة يهودا والسامرة في القرن السادس قبل الميلاد، قضية مهمة وبالتالي كانت مؤثرة جدا في تاريخهم وفي نظرتهم لدور العراق واستهداف العراق. القضية الثانية الوجود السياسي، ليس الوجود في قضية السبي البابلي، ولكن الوجود السياسي لليهود في أرض الرافدين. الكثير منا لا يعي على أن كان لليهود بعد السبي البابلي في أرض العراق كينونتان. كينون الأول ما يسمى بمملكة حدياب في شمال العراق في كردستان ما بين القرن الثاني قبل الميلاد ومنتصف القرن الأول ميلادي. ثم هناك إمارة سمى، وفي الواقع يوجد هناك مؤشرات قوية الآن في شمال العراق لمثل هذا الأمر. كثير من الأسماء متداولة مثل هذا الكلام، إمارة بابل، وكانت هذه صحيح لم تكن تأخذ الحكم السياسي الواضح، لكنها قضية يشار إلها في هذا الأمر، وكانت هي في القرن الأول الميلادي لمدة قصيرة. القضية الثانية البعد العلاقة الواقعية، العلاقة الواقعية ما بين العراق واليهود، ولها عدة أبعاد. الدور الأول، البعد الأول هو دور الطائفة اليهودية في العراق، والإخوة العراقيين يعرفون والشعب العراقي يعرف دور عائلة خدوري، حتى كان لها ناديا في العراق، والمؤسسات التربوية والخيرية السرية منها والعلنية والتعليمية وحتى منها العسكرية للطائفة اليهودية في العراق. ثانيا دور العراق في الصراع، وقد أشار الأخ الفاضل الذي سبقني في هذا الأمر
وأنا أشير إلى قضية مهمة لدور العراق يمكن الأخ الفاضل يعني يذكرها، وهي ثورة رشيد علي الكيلاني. ثورة رشيد علي الكيلاني في 1941 أو 42 كانت بتنسيق تام ما بين الحاج جميل الحسيني رحمة الله عليه وما بين رشيد علي الكيلاني رحمه الله كذلك، وكانت قضية محورية لو قدر لها أن تنجح لكان غيرت مسار كثير من القضايا السياسية. وما أشار الأخ الفاضل كذلك للدور في حرب 67 والدور الاستراتيجي في حرب 73، ولولا يمكن القوات العراقية لسقطت دمشق، وكذلك حتى على الجبهة المصرية كان للطيارين العراقيين دور كبير. وبالتالي وكذلك دور العراق في قضية 91، وكان له شرف أول دولة تقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ، وهذا كان أمرا حدثا جللا بالنسبة للمشروع اليهودي الصهيوني. القضية الثالثة في العلاقة الواقعية علاقة الكيان اليهودي ببعض المكونات ومنهم الأكراد والآن في بعض الطوائف الأخرى الثانية. أما القدرات والدور المستقبلي، أحد الأسباب التي تجعل الكيان الصهيوني يستهدف والمشروع اليهودي يستهدف العراق القدرات والدور المستقبلي للعراق، وهو يحمل في ثناياه عدة نقاط. الأول شيء الموقع الجيو استراتيجي أو جيو سياسي للعراق، قريب جدا من فلسطين، أقل من 1000 كيلو، وبالتالي قضية دور العراق يكون على عجل سريع جدا، وهذا مهم جدا في قضية الجغرافيا السياسية، وهو مستهدف من قبلهم، وهذا مهم جدا، وكان دائما للبعد للعلاقة هذه مهمة في استراتيجيات الكيان الصهيوني. أي علاقة من دول الطوق مع العراق تمثل خطر استراتيجي على استمرارية المشروع اليهودي الصهيوني، وبالتالي الموقع الجيوسياسي للعراق مهم جدا وكان مستهدفا. القدرات البشرية تمثل رصيد استراتيجي في الصراع لطاقات العراق البشرية ولعدد سكانه وما ينتج له من أجيال ومن طاقات بمختلف المجالات. القدرات المادية والمعنوية، القدرات المادية الثروات الطبيعية للعراق مستهدفة، والعلمية والتقنية، ورمزية العراق كأرض للخلافة ومصدر لتحرير فلسطين من المشروع الصلاحي في من الحروب الصليبية، هذا كلها كل هذه العوامل هي لها دور، بل أكثر من ذلك في القدرات والدور المستقبلي التنبؤات اليهودية بأن الإبادة القادمة للمشروع اليهودي تأتي من بابل مرة أخرى، تأتي من العراق مرة أخرى في آخر الزمان. الآن النقطة الثالثة أو المحور الثالث هي المجالات، مجالات الاستهداف. المجال الأول وهو استهداف الأمن القومي العربي، وتعتبر العراق البوابة الشرقية للأمة العربية، وبالتالي أي خلل في الأمن القومي العربي يعتبر يخدم الأمن القومي للمشروع اليهودي الصهيوني، وبالتالي تدمير البوابة الشرقية للأمن أو حدث خلخلة فيها أمر مهم جدا وخطر على الأمن القومي العربي. ثانيا تدمير الجبهة الشرقية تعتبر لفلسطين، ومن استراتيجيات الكيان الصهيوني في الثمانينات هو أن أي تحالف لدول الطوق مع العراق يعتبر إعلان حرب على الكيان الصهيوني، هذا موجود في استراتيجيات الكيان الصهيوني في الثمانينات وليس الآن. ثانيا القدرات العلمية التي والتجارب العلمية والمصانع التي صنعت كثير من القدرات العلمية والتجربة العلمية في نقل التكنولوجيا في العراق قضية مستهدفة وكانت مهمة جدا وكانت واضح الاستهداف فيها في العراق في خلال الاستهداف الأخير. القضية الأخرى الثانية الاستهداف السياسي. الحقيقة الاستهداف السياسي للمشروع الصهيوني قديما ليس الآن، وذكرنا على أنه كان هناك بالرغم من أن الفرس لما جاءوا وعلى أثر البابليين وحاولوا أن يرجعوا اليهود إلى فلسطين وعدم رجوعهم، لكن اليهود استهدفوا أرض الرافدين وبقيوا فيه، وذكرنا تجربتهم في حدياب والأخرى. لكن ما يجلب الانتباه أن بعد الاحتلال كان هناك أناس يتحدثون عن اقتطاع مناطق في العراق وإقامة كيان يهودي عليها، هذا ذكرته بعض المراجع، وكان هذا يعني ملفت للنظر حقيقة ويحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق ومعرفة أبعاده. من الاستهداف السياسي التفتيت السياسي،
ودعم مشروع تقسيم العراق، سواء كان عن طريق دعم المشروع الاستقلالية للأكراد في الشمال. ومن الملفت للنظر على أن لما قام عملية الاستفتاء أو ما يسمى بالاستفتاء تقرير المصير، أن الدولة الوحيدة في العالم التي كشفت عن يعني دعمها المفتوح كان الكيان الصهيوني، وأعلام الكيان الصهيوني رفعت في بعض المناطق. وهذا طبعا العلاقة الاستهداف هذه ليست حديثة، بل كانت عندما كان الصهاينة يعتمدون سياسة استراتيجية تسمى سياسة شد الأطراف في المناطق العربية والإسلامية، وعلى أساسها قسموا السودان وشدوا جنوب السودان وأسسوا فيه دولة. وكذلك في العراق محاولتهم مستمرة لتقسيم العراق، بل طرح فكرة كت الأقاليم، قضية الأقاليم حقيقة كمان، ودعوة الأقاليم من بعد طائفي هي تؤسس لعملية التفتيت السياسي. بل حتى الاحتلال السياسي الأمريكي والفارسي للعراق كان 2003 وإقامة ما يسمى بتحالف قورش، وهو تيمنا بقورش الفارسي الذي حاول يعيد اليهود إلى فلسطين، وبالتالي ودعم هذا من يعني دعم من اليهود وحرض، وكلنا يعرف دور اليهود في التحريض على احتلال العراق. أما الاستهداف الآخر فهو الاستهداف العقدي. الحقيقة الاستهداف العقدي قد يكون معالم وتحتاج إلى مزيد من التمحيص. فالانتقام اليهودي في البعد العقدي من العراق واضح، هم دائما يتذكرون على أن العراق أو جاء منه مصدر إزالة رمزيتهم، ما يسمى بقضية الهيكل. حقيقة هذا وقضية مستهدفة ولها بعد آخر ثاني، ولها بعد حقيقة يجب أن يدرس بدراسة تفصيلية أخرى ثانية. ومن قضية الاستهداف للعراق في قضية البعد العقدي، لأن القضية العقدية بالنسبة لليهود في قضية العراق مرتبط بقضية التوراة وصياغتها والتلمود وصياغته بالعراق، وبالتالي البعد العقدي والاستهداف العقدي قضية مهمة. استهداف الهوية العقدية للعراق، وبالتالي حتى في الدستور دون على أن العراق ليس من الأمة العربية. لا أدري، هذا يحتاج إلى، أنا هكذا قرأت في بعض الوثائق، ولا يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتمحيص أكثر. وقضية العراق وصناعة قضية داعش وتجربة داعش في العراق هي جزء من استهداف الهوية الحقيقية وقضية العراق. أما الاستهداف الاجتماعي والسكاني فعملية الاستيطان، فاليهود بعد العام 2003 كان لهم تخطيط، وهنا يلمسه بعض الإخوة وشعبنا في العراق في الشمال، إعادة من 150 إلى 200 ألف يهودي إلى شمال العراق. وهذه عملية استيطان مبرمجة وممنهجة، بل أن شراء البيوت والأراضي في العراق عموما وبالذات في الشمال وفي الوسط قضية موجودة ويستشعرها كثير من إخواننا، ومحاولة زراعة المؤسسات التجارية والبنى التحتية قضية مستمرة. بل أكثر من ذلك في القضية السكانية، فهناك تخطيط صهيوني لمحاولة الترانسفير، إجلاء فلسطيني وزرعه في العراق، وهذه مؤامرة موجودة من قديم في هذا الأمر. وهناك رموز صهيونية اشتركت في قضية التحريض على العراق في الحرب، وكان لها أثر في قضية، وتؤمن إيمانا جذريا بقضية إحلال الفلسطينيين وترحيلهم من فلسطين إلى العراق. الاستهداف العسكري والأمني الصهيوني للعراق أمنيا معروف النفوذ الأمني ومحاولات التجسس على العراق، بل أن سرقة الطائرة المج بالستينات ومنير روفا وتجربته تعتبر من النجاحات المميزة للأمن للجهاز الموساد الذي حققها في الستينات. بل تدمير المفاعل الذري العراقي تعتبر كذلك من الإنجازات التي يفتخر بها جهاز العسكري الصهيوني أو المؤسسة العسكرية الصهيونية. هذا كل استهداف يجب أن نستحضره ونعرف ماذا يعني وماذا ما أبعاده. بل الاستهداف العسكري كذلك الصهيوني ودعم الكيان الصهيوني لإيران في حربها ضد العراق في سنة 1980-88 وديفيد كمحي وإيران جيت، قضية هذه يجب أن نستحضرها ونعرف أبعادها ونعرف دورها. بل كذلك في يعني للاحتلال الأمريكي والدعم اليهودي للاحتلال الأمريكي في التدريب والقدرات العلمية والمشاركة اليهودية في قضية الاحتلال
قضية مهمة، بل وكذلك دعم التمرد الكردي عسكريا وأمنيا، وهذه فيها دراسات وأبعاد أبحاث كثيرة جدا. أما الاستهداف الاقتصادي وقضية محاولة السيطرة واغتصاب كثير من يعني من الثروات الطبيعية، فهناك دراسات كذلك عن قضية الاستفادة من البترول بأسعار مخفضة، بحيث أنه يعني أكسبت الكيان الصهيوني كثير من المليارات، من 700 من حوالي 3/4 مليار من مليون دولار إلى مليار وربع تقريبا سنويا. وكذلك أدى هذا إلى تقليص ميزانية الدفاع عند الكيان الصهيوني بمعدل من 400 إلى 700 مليون دولار سنويا. بل كذلك الأرباح التي جنوها من الاحتلال واستهداف العراق تقارب تقريبا 17 مليار إلى 17 مليار ونص من الدولارات، واسترجاع كذلك الموجودات الصهيونية، المادية الصهيونية للطائفة اليهودية قبل 48 محاولات في ذلك. بل أن طالباني اللي كان رئيس العراق في مرحلة معينة ما بعد الاحتلال وعلاقته ومقابلاته مع الملياردير حييم سابان، دعا إلى الاستثمار الصهيوني في العراق وقدوم هؤلاء إلى العراق. الاستهداف التاريخي والوثائقي، وهذه كذلك قضية تحتاج إلى مزيد من التوثيق ومزيد من البحث، وهو استرجاع بعض يعني سرقة الآثار العراقية، ويعني السيطرة على حوالي تقريبا 10 متاحف عراقية في العراق من شماله إلى جنوبه، كانت قضية مهمة جدا. ونظرا لأن تقريبا ثلث التوراة مكتوب يشار إلى قضية بابل والعراق، قضية مهمة جدا في هذا الأمر. أما استهداف الوثائق فهناك مخطوطات كثيرة جدا يعني كانت مصدر يعني اهتمام. الآثار والنتائج، الآثار احتلال العراق، الآثار على العراق، كان احتلال العراق من تحالف الشر بين إيران وأمريكا والصهاينة، تهديد وحدة العراق وزرع بذور التفتيت، هدر الطاقات العسكرية والثروات الطبيعية، تهديد وفقدان الهوية العربية الإسلامية للعراق أو محاولة إفقاد العراق هويته العربية والإسلامية، ودخول العراق في مجال الاختراق والاحتواء الصهيوني التطبيع. آثار الاستهداف هذا على القضية الفلسطينية، تدبير نظرية الإسناد العربي المشترك لفلسطين، هذه هدمت ودمرت، وتضييق المجال الحيوي للمقاومة اللي تفضل الأخ الفاضل في الكلام عنها، وكيف أن العراق كان يحضن المقاومة، كان حاضنة جيدة للشعب الفلسطيني كذلك، وزيادة احتماليات الترانسفير التهجير الفلسطيني إلى العراق، وزيادة معاناة شعبنا الفلسطيني في العراق الذي كان في العراق بعد الاحتلال عانى معاناة شديدة جدا، وزيادة الخلل في مجال التوازن الاستراتيجي للقوى مع العدو بين الأمة العربية والعدو، زاد الخلل في فقدان التوازن الاستراتيجي مع هؤلاء. بل كذلك أن الدعم المشروع، هناك جهات ما عندها مانع أن تدعم المشروع الصهيوني، وخصوصا يعني ما يتضح في أبعاده. هناك الاستهداف، آثار الاستهداف على الأمة العربية والإسلامية، نظرية الأمن القومي واتفاق الدفاع العربي المشترك، نظرية المقاطعة العربية للكيان الصهيوني سقطت هذه كذلك وتفتتت، انفلات باب التطبيع العربي بعد احتلال العراق، انفلت الباب التطبيع وأصبح المسألة منفتحة على مصراعيها، ثورات كمان كان في ثورات الربيع العربي كان لها أثر كبير جدا في قضية إفشال هذه الثورات وانتشار المشروع الفارسي وحلف كورش، بل وانتشار مبدأ الدولة الفاشلة. آثار الاستهداف على المنطقة في تفتيت المنطقة ومحاولة رسم الخارطة السياسية وإعادة التحالفات، تم إعادة التحالفات من جديد، وأصبح من الناس يجاهرون بقضية التحالف مع الكيان الصهيوني ويعني رسم محاور جديدة. إعادة التحالفات، تدويل أزمة المنطقة، أصبحت المنطقة مدولة أمنيا وإعادة يعني إعطاها البعد. بل كذلك على المنطقة نشر حالة العداء، والعالم نشر حالة العداء للإسلام السياسي، نموذج داعش. بصراحة هناك، تعطينا دقيقتين أو ثلاثة زيادة بس فقط، حتى هناك آليات المواجهة وهي قضية مهمة على مستوى العراق. أنا أعتقد أن رصد ومقاومة التوسع اليهودي الصهيوني في العراق قضية مهمة، أن يكون يرصد هذا النشاط ويرصد هذا العمل، العمل على إعادة الوعي والهوية والقومية والهوية القومية للعراق، الحفاظ على وحدة العراق واستقلاله قضية مهمة جدا، تحقيق الوحدة بين القوى الإسلامية
والوطنية في مواجهة التواجد الصهيوني والاحتلال وحلفائه، التعاون والعمل المشترك مع المقاومة في فلسطين وثورات الربيع العربي، رصد ومقاومة قوى النفاق والمتعاونة مع الاحتلال والتوسع اليهودي، فتاوى شرعية ضد التطبيع والتواجد والتسريب للصهاينة واليهود، العمل على إعادة إعمار وبناء مناطق التي دمرت. على مستوى قضية فلسطين، المساهمة في رصد ومقاومة التواجد والتوسع اليهودي الصهيوني في العراق، التنسيق والعمل وفق برامج عمل مشتركة مع القوى الإسلامية والوطنية في مواجهة التوسع اليهودي، دعم شعبنا المهاجر من في العراق ورفع الظلم عنه وربطه في مقاومة المشروع الصهيوني. على مستوى الأمة، قلنا ربط مشروع استعادة الهوية بقضية الحركة الإسلامية العالمية والدعاء لهذا الكلام، ربط المشروع استعادة الهوية في العراق، ربط التوسع الصهيوني في العراق ومقاومته مع المقاومة في فلسطين، هذه قضية مهمة على مستوى الأمة. التوسع والاستهداف اليهودي قضية عقدية، التأصيل الشرعي لمثل هذا الأمر قضية مهمة. دراسة وأبعاد وتطور المشروع الصهيوني، هذا استهداف العراق لا يأتي في استهدافه لوحده بس استهداف الأمة، وبالتالي لابد لنا أن نعمل على دراسة على مستوى الأمة إعادة الوعي ودراسة تطور هذا المشروع بشكل واسع واستراتيجي. وحقيقة مما لاحظناه من خلال المطالعة أن عملية الوعي هذه والإدراك لأبعاد المشروع وتطوره هناك ضعف شديد جدا في هذا الجانب، بل وعمل وتنفيذ رؤية استراتيجية لحركة مقاومة توسع المشروع اليهودي على مستوى الأمة، لابد أن تصاغ رؤية استراتيجية على كيف نقاوم هذا المشروع واستثمار وتطوير الوعي العالمي بخطر السيطرة الصهيونية وتوسعها. هذا يعني نكتفي بذلك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ الفاضل داود خلف على ما قدمه من معلومات قيمة ومهمة في سياق الاستهداف الصهيوني للعراق. ومسك الختام في هذه الجلسة مع الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ليتحدث عن جهود علماء العراق والعلماء الفلسطينيين في العراق في مواجهة الخطر الصهيوني، فليتفضل. مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي مدير الجلسة، والشكر كذلك للإخوة الذين تحدثوا قبلي، الأستاذ داود خلاف وقبله الدكتور جاسم الشمري. وموضوع هذه الندوة فيه داخل في المحاور، يعني التقسيم هو علمي وتوزيع المحاور على الباحثين، ولكن طبيعة القضية تستدعي أحيانا تداخل هذه المعلومات، فهناك بعض الإضاءات في البحوث يكمل يعني بعضها بعضا، ولذلك قد نتجاوز أحيانا لأنه سبق أن أشير إليها، لا نشير إلا إلى الضروري منها. عنوان هذا البحث هو جهود علماء العراق والعلماء الفلسطينيين في العراق في مواجهة الخطر الصهيوني. والبحث ينقسم على تمهيد ومطلبين، المطلب الأول في جهود العلماء العراقيين، والمطلب الثاني في جهود العلماء الفلسطينيين. وأؤكد هنا على أن هذه التسمية وهذه القسمة إجرائية فقط لأغراض بحثية، وإلا الحالة تشير إلى أنه الصفة الفلسطينية كانت فقط توصيف للجنسية ولمسقط الرأس وللموطن الذي ينتمي إليه العالم، وإلا فالجهود وخاصة جهود العلماء الفلسطينيين في العراق متداخلة مع جهود العلماء العراقيين، لأنهم كانوا يعاملون كعراقيين، ولذلك سترون بعض المعلومات التي تشير إلى ذلك، لم تكن هناك موانع، ومن أبرزها طبعا الحال التي ذكرها الأستاذ داود خلف ولها إشارة في بحثي في ثورة مايس 1941، كان الداعم الرئيس لها والمخطط مع رشيد علي القيلاني وفضيلة المفتي محمد أمين الحسيني، وشارك عدد من الضباط والقادة القساميين في هذه الثورة كما سيرد في البحث. في التمهيد، كان الموقف العراقي متقدما شعبيا ورسميا في مواجهة الخطر الصهيوني والدفاع عن فلسطين ودعم صمود أهلها ومقاومتهم وكشف المخططات الصهيونية وفضحها. فقد كتبت في هذا السياق دراسات كثيرة جدا في العراق،
بحثت جوانب متنوعة من جوانب هذا الموضوع الواسع الأطناب، فمنها ما تناول الجانب الرسمي الحكومي، ومنها ما تناول الجانب الشعبي، ومنها ما جمع بين الأمرين في إطار زمني محدد أو على وفق سياق بحثي خاص أو بحث موضوعات أكثر تفصيلاً تتعلق بأصداء القضية الفلسطينية في العراق عامة أو في بعض مناطقه، أو دراسة علاقة القضية الفلسطينية بملفات عربية وإقليمية ودولية. وجرى أثناء ذلك الإشارة لجهود عدد كبير من رجال العراق وقادة العلم والفكر فيه في نصرة القضية الفلسطينية ومواجهة الخطر الصهيوني عند دراسة جهودهم كلية أو بعضها. سبق لي أن قدمت ورقة بهذا الصدد بمناسبة أسبوع القدس في العام الماضي في ندوة أقيمت في عمان عن جهود العلماء العراقيين في خدمة قضية فلسطين، وقد اخترت في هذه الورقة نعرض لجوانب أخرى لم أتحدث عنها في الورقة الماضية مع المقارنة مع جهود العلماء الفلسطينيين. الجهود العراقية المتعلقة بالقضية الفلسطينية متكاثرة، وتكونت من أجلها اللجان، وأقيمت التجمعات والملتقيات، وعقدت المؤتمرات، وأسست الجمعيات على مدى العهود التي تحدث عنها أخي الدكتور جاسم، العهد الملكي والعهود الجمهورية بعده. واتسمت هذه الجهود بصفات عدة، لعل من أبرزها مشاركة مكونات الشعب العراقي جميعا فيها، ونشاط قادة الفكر والثقافة الجاد والفاعل فيها من العلماء والمفكرين والأدباء والشعراء والصحفيين والسياسيين، فضلا عن الفئات والشرائح المجتمعية من الطلاب والشباب والنساء وشيوخ العشائر والنقابات المهنية الممثلة للمحامين والمعلمين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم. وشواهد الأعمال التي قام بها هؤلاء والفعاليات التي أعدوها كثيرة لا تحصى لا يتسع المجال لذكرها، بحسبنا هنا أن ننوه ببعض الأعمال الجماعية نحو لجنة الشباب الموصلي، لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين، لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية للرد على تقرير لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية، وجمعية الدفاع عن فلسطين، ولجنة الاجتماع الجماهيري في الموصل، وجمعية إنقاذ فلسطين. وقد أشاد بهذه الجهود عدد من الكاتبين لتاريخ فلسطين الحديث ونوهوا بها، وعدوا ما قدمه العراق شعبيا ورسميا من أبرز ما قدم لنصرة فلسطين أثناء أزماتها المتتابعة. ومن هؤلاء الشيخ المفتي محمد أمين الحسيني الذي يقول هذا الحديث في الأربعينات، نهاية الثلاثينات على بداية الأربعينات: وصل قبلي إلى العراق 200 مجاهد فلسطيني، فأظهر لهم الشعب والحكومة العراقية كرما عظيما، فلقد كان الشعب العراقي أكثر الناس حماسا للقضية العربية. هذا في زمنه. والأستاذ محمد عز الدروز رحمه الله يقول: لقد كان حماس العراق الأبي الذي كان ينعم أكثر من غيره بالاستقرار وقوة النفس والحركة. لاحظوا الوصف، قوة النفس والحركة نتيجة طبعا الاستقرار، عظيما، سواء ما أقامه من مظاهرات أو تبرع به من مال أو ساعد عليه من وسائل الكفاح. المطلب الأول: جهود العلماء العراقيين في مواجهة الخطر الصهيوني. هذه الجهود قسمتها على جهود جماعية وجهود فردية أتناول فيها سيرة عالمين من علماء العراق، وسأقتصر على ذكرها سريعا بدون تفاصيل، وإلا كل فقرة فيها إشارة لبعض المعلومات المهمة. أولا: الجهود الجماعية، وتتضمن: واحد، المؤتمرات، ومنها المشاركة في المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1931 بوفد ضم 10 أشخاص من العراق، يتقدمهم العلامة الشيخ نعمان الأعظمي رحمه الله، ومفتي الموصل محمد حبيب العبيدي، والمرجع الديني من النجف محمد حسين كاشف الغطاء، والعلامة اللغوي المجمعي المعروف محمد بهجة الأثري وغيرهم. ثم المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنتي 1952 و1953، وشارك فيه الشيخ أمجد الزهاوي، وهو الذي نظم مؤتمر سنة 1953 بالتعاون مع الشيخ الصواف وجمعية إنقاذ فلسطين، ممثلاً لعلماء العراق وجمعية إنقاذ فلسطين برفقة الشيخ الصواف سكرتير الجمعية والمحامي عبد الرحمن خضر محاسب الجمعية. ثم المؤتمر الإسلامي العام في بغداد سنة 1962، وهذا من أهم المؤتمرات. لما؟ لأنه جرى في هذه الدورة التي رأسها، لاحظوا، في بغداد، ويرأس الدورة الشيخ محمد أمين الحسيني، حضرها عدد كبير من علماء العالم الإسلامي وعلماء العراق. تم إنجاز نظام المؤتمر الإسلامي ودستوره الدائم
وتشكيل هيئات المؤتمر التنظيمية وتسمية مكاتبه الإقليمية في أنحاء العالم الإسلامي. هذا الذي ولد عنه منظمة المؤتمر الإسلامي. اثنين، الجمعيات، ومثالها الأبرز والأشهر على الصعيدين العراقي والعربي هي جمعية إنقاذ فلسطين التي تأسست في كانون الأول سنة 1947 واتخذت من بغداد مركزاً عاماً لها، وكان هدفها المعلن ومقصدها الذي تعمل من أجله هو العمل على إنقاذ فلسطين من الصهيونية. هذه العبارة الواردة في بداية النظام الداخلي للجمعية. أسسها الشيخ أمجد الزهاوي في منزل المحامي عبد الرحمن خضر، ومعه الشيخ الصواف والأستاذ محمود فهمي درويش رحمهم الله جميعاً. وضمت الفريق الركن حسين فوزي إبراهيم رئيساً، واللواء الركن إبراهيم الراوي نائباً للرئيس، وعبد الرحمن خضر محاسباً، وإبراهيم عطار باشي، ومحمود فهمي درويش، وعدد من الأعضاء يتقدمهم الشيخ الزهاوي والعميد الركن توفيق حسين والعقيد طاهر محمد عارف والعقيد عبد القادر العزاوي والنائب جميل الأورفلي وغيرهم. ثالثاً، التجمعات، ومنها لجنة الاجتماع الجماهيري المعلنة سنة 36 في الموصل للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم ثورته المتجددة في نيسان 36. كما تعرفون أن الشيخ القسام رحمه الله توفي في تشرين الثاني 1935، ثم فترت قليلاً ثم عادت الثورة من جديد في شهر نيسان، فكثيرون كانوا يتصورون أن الثورة مستمرة بوفاة الشيخ القسام 36، هو توفي في 35، ولكن الثورة تجددت وأطلق عليها الثورة القسامية. ثم التجمع الكبير الذي دعت إليه جمعية الشبان المسلمين في الموصل لمناصرة الشعب الفلسطيني، وأقيم في الجامع النوري الكبير في 1936. رابعاً، الفتاوى والكتابات الشرعية، وهذه لها أمثلة عدة، لعل من أبرزها فتاوى وكتابات الشيخ محمد حبيب العبيدي وفتاوى العلماء والجمعيات الإسلامية، واقتصرنا في البحث على ذكر أشهر هذه الفتاوى وأكثرها انتشاراً، وهي فتوى رابطة علماء العراق سنة 1967 التي صدرت بعنوان نداء من جمعية رابطة العلماء في العراق إلى الشعب العراقي الكريم خاصة والعالم الإسلامي عامة بتوقيع الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله، وهي فتوى طويلة. خامساً، مذكرات الاحتجاج والرسائل والبرقيات، ومنها مذكرة الاحتجاج التي أصدرها عدد من العلماء أثناء الهبة الكبيرة في العراق في دعم انتفاضة فلسطين سنة 1933، حيث صاغ عدد من علماء العراق مذكرة احتجاج وأرسلوها إلى عصبة الأمم عن طريق وزارة الخارجية العراقية وإلى مفوضيات الأقطار العربية والأجنبية في بغداد. وقع عليها عدة شيوخ، منهم الشيخ محمد حبيب العبيدي والشيخ إبراهيم الراوي والعلامة عبد الجليل آل جميل وغيرهم. الرسائل والبرقيات التي دأب على إرسالها علماء العراق للملوك والرؤساء العرب والمسلمين والدول والمنظمات ووسائل الإعلام، نوع ما كان يرسله الشيخان محمد حبيب العبيدي وأحمد الراوي مثلا. من الطرائف أن الشيخ محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل، وقد تأخرت وفاته إلى سنة 1963 أو بعد ذلك عفواً، أنفق أموالاً طائلة على إرسال البرقيات. ما كانت رسائل عادية ولا بريد إلكتروني ولا اتصالات هاتفية، كل برق، والبرق بفلوس. فأنفق آلاف الدنانير في ذلك الوقت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من جيبه الخاص من ماليته الخاصة على إرسال البرقيات. سادساً، الكتب والمؤلفات العامة عن فلسطين والدفاع عنها ورد الخطر الصهيوني، وترد في هذا السياق كتب كثيرة، منها الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية للشيخ العبيدي أيضا، وسير التفصيل عنها لاحقا، والمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام للشيخ محمد محمود الصواف، وكتاب معركة الإسلام أو الثاني وقائعنا في فلسطين بين الأمس واليوم للشيخ الصواف وغير ذلك. ثانيا، الجهود الفردية لعلماء العراق. اخترت هنا جهدين للشيخ محمد حبيب العبيدي وللشيخ أحمد الراوي. إذا دخلنا على الشيخ العبيدي بعد تجاوز السيرة، هو مفتي الموصل، توفي في الستينات القرن الميلادي الماضي. أصدر الشيخ محمد حبيب العبيدي سنة 47 فتواه المشهورة المطبوعة على شكل كتاب من 167 صفحة تقريبا، الفتوى الشرعية في جهاد الصهيونية، ويتدل على انتباهه الدقيق لمخاطر الصهيونية واستشرافه لأطماعها في فلسطين والمنطقة منذ وقت مبكر،
إذ أن فحوى هذه الفتوى ألقاه في محاضرة في بيروت بعنوان ظلم وظلام، محاضرة في بيروت بعنوان ظلم وظلام سنة 1915، كان يحذر من خطر الصهيوني حتى قبل وعد بالفور. ثم مشاركته في المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1930 وغير ذلك من المؤتمرات. فضلاً عن شعره وأدبه المسخر لفضح الصهيونية، فقد كان من كبار شعراء العراق، ولديه قصيدة يعني نسميها لا نقول ماراثونية، تجاوزت مئات من الأبيات، فيها ذكر لكل قضايا الأمة. أما فلسطين فقد خصها بقصائد خاصة، وله قصيدة مشهورة قالها بعد مشاركته في مؤتمر الخلافة في القاهرة عن فلسطين. إذا انتقلنا بعد أن نطوي بعض الأمور إلى الشيخ أحمد الراوي من علماء العراق، توفي سنة 1966، وهو مدير المدرسة الدينية في سامراء التي خرجت كثيرا من علماء العراق من أساتذتنا وأساتذتهم، وكان قاضيا ومفتيا في العراق وفي سوريا. من جهود الشيخ أحمد الراوي أنه شارك علماء بغداد والعراق في إصدار الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المهمة في العراق وخارجه، ومنها فتوى إعلان الجهاد لتحرير فلسطين، وانضم إلى لجنة الدفاع عن فلسطين وأسس فرعا لها في مدينة سامراء. استضاف الشيخ الراوي الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين في سامراء عدة أيام سنة 1940 من أجل تأسيس صندوق تبرعات لمجاهدي فلسطين في قضاء سامراء. وقد استمرت حملات التبرع عدة سنوات ولم تتوقف طوال العهد الملكي، فقد استعان الشيخ الراوي بعلاقاته مع شيوخ العشائر والوجهاء، واستثمر هذه المكانة في نفوس أهالي سامراء في توسعة عملية التبرع في سامراء وخارج سامراء. أيضاً عنايته بتوجيه الرسائل والبرقيات إلى الجهات السياسية والشخصيات الرسمية ووسائل الإعلام باسم فرع جمعية الدفاع عن فلسطين في سامراء، ومنها رسالته المشهورة إلى الوصي على العرش في العراق وقتها ورئيس الوزراء والسفير البريطاني، فضلاً عن الرسائل إلى الصحف المعروفة مثل جريدة الاستقلال والبلاد، وهذه كلها موثقة ومنشورة في كتاب مذكرات الشيخ أحمد الراوي. أيضاً نطوي بعض التفاصيل. ننتقل إلى المطلب الثاني، جهود العلماء الفلسطينيين في العراق في مواجهة الخطر الصهيوني. نزح كثير من أهل فلسطين ولا سيما سكان مدن الساحل يافا وحيفا وعكا واللد وغيرها إلى عدد من البلدان العربية، وقد انتهى الحال بقسم منهم في العراق، ولا سيما النازحون من حيفا ويافا ومثلث جنين طولكرم نابلس الذي كانت تقاتل فيه قوات الجيش العراقي أثناء أحداث النكبة 1947-1948، فقد نقلهم الجيش العراقي معه على دفعات استمرت لعدة أيام إلى بغداد حرصاً عليهم، وأيضاً عرفاناً بجميلهم في مشاركتهم في القتال واستبسالهم في قراهم، وهي حالة فريدة. الكل نزح بجوده الذاتية، ولكن القوة العسكرية الوحيدة التي حملت معها النازحين الفلسطينيين في عربات الجيش هي كانت مع الجيش العراقي، وكان عددهم يقارب 5000، بين 4500 إلى 5000. وقد نشط قسم كبير منهم بفعالية في الحياة العامة في العراق، وقد سبق هؤلاء إلى العراق عدد من فضلاء الفلسطينيين قبل عام النكبة، وانخرط بعضهم في العمل الوطني وأيدوا ثورة رشيد علي القيلاني سنة 41 أو شاركوا فيها، ولا سيما الشيخ المفتي محمد أمين الحسيني والقائد الشهيد عبد القادر الحسيني والقائد القسامي المعروف أبو إبراهيم الكبير. طبعاً بعد انتهاء ثورة القسام في عام 36 اضطر كثير من القادة القساميين إلى النزوح، 200 منهم كما قال الشيخ الحسيني ذهبوا إلى العراق. وقد كان في الفلسطينيين اللاجئين في العراق علماء ودعاة ومثقفين وأدباء ومدرسين وضباط بذلوا جهوداً محمودة في التعريف بقضية فلسطين في العراق والتحذير من خطر الصهيوني عن طريق الجمعيات التي شاركوا فيها أو المساجد التي عملوا فيها أو المدارس والمعاهد والكليات التي كانوا يدرسون فيها. وقد برز من هؤلاء عالمان أغنياء الحياة العلمية والدعوية في العراق، وانتشرت أخبار فضلهما وجهادهما كثيرا، وهما الشيخان علي محمد الحانوتي رحمه الله والدكتور محمد نمر الخطيب رحمه الله.
وفيما يأتي عرض لما تيسر من سيرتهما وأخبار جهادهما وتصديهما للخطر الصهيوني في فلسطين وغيرها ولا سيما في العراق. أولا الشيخ علي الحانوتي. والشيخ الفاضل علي بن محمد بن علي الحانوتي ولد سنة 1908 في قضاء ترشيحة في محافظة عكا بفلسطين. ألفظها صحيح ولا؟ بارك الله. درس في القرآن الكريم في هذه المدينة ثم في مدينة حيفا، ثم درس العلوم العربية والشرعية على عدد من علماء فلسطين نحو الشيخ كامل القصاب القائد القسامي أيضا، والشيخ صالح العشماوي، والشيخ المجاهد نفسه عز الدين القسام رحمه الله. ثم تم الدراسة الابتدائية والثانوية وذهب إلى مدينة عكا قبلة طلبة العلم في ذلك الوقت للدراسة في المعهد العلمي الأحمدي على يد كبار علمائه، ومنهم الشيخ عبد الله الجزار مفتي عكا ومدير المعهد الشيخ محمد اللبابيدي ومفتي الشافعية الشيخ محمود القبلاوي، وأخذ أيضا عن الشيخ توفيق العنبتاوي والشيخ يوسف النبهاني. ثم سافر إلى مصر لإتمام دراسته بالأزهر الشريف ودرس على أغلب علماء مصر الكبار وقتها. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 7/3/1984 ميلادية، وشيع عصر ذلك اليوم بموكب حافل من حي السلام من الطوبجي. كنت موجود أبو أنس؟ الله يرحمه. غربي بغداد إلى مقبرة الشيخ جنيد البغدادي التي أوصى أن يدفن فيها. حاضر أيضا؟ عبالي حاضر أبو عبيدة. طيب. وأن لا يقام مجلس الفاتحة على روحه، وقد تم تنفيذ وصيته في ذلك رحمه الله. جهود الشيخ الحانوتي في مواجهة الصهيونية في فلسطين عند اندلاع ثورة الشيخ عز الدين القسام ضد الاحتلال الإنجليزي أواخر سنة 35 وانتهائها في مرحلتها الأولى باستشهاده، قامت سلطات الاحتلال البريطاني بعمليات قمعية استهدفت قادة الثورة مع الشيخ القسام في حيفا ومحيطها، واعتقلت عددا منهم ومنهم الشيخ الحانوتي الذي سجن مدة سنة بحكم قربه من عدد من قادة الثورة ولا سيما شيخه وأستاذه كامل القصاب أحد مساعدي القسام المعروفين. وعمل الحانوتي في لجنة الدعوة والثقافة من تنظيمات الثورة التي كان الشيخ القصاب يتولى مسؤوليتها، وكانت مهمة هذه اللجنة التثقيف العقائدي وتعبئة الجماهير والدعوة للجهاد ومقاومة الاحتلال اعتمادا على حلقات التدريس والوعظ والإرشاد في المدارس والمساجد في حلقات وخلايا سرية يجري فيها توجيه الشباب لذلك. في سنة 47 عين الشيخ الحانوتي مدرسا لقضاء حيفا، فتصدى مع أساتذة المدرسة لليهود وبث روح المقاومة بين الطلبة، وشارك في معركة وقعت في المنطقة في 14/9/47 فأغلقت سلطات الاحتلال البريطاني المدرسة متهمة إياها بالتسبب بذلك، ثم اشترك في معركة أخرى في حيفا بتاريخ 18/7/1948. وبعد وقوع النكبة وهجرة كثير من أبناء فلسطين من مدنهم وقراهم واحتلال الصهاينة لها، هاجر الشيخ الحانوتي وكثير من أهالي حيفا وما حولها إلى العراق. اثنين جهوده في العراق. استقر الشيخ الحانوتي في العراق بعد نكبة التقسيم وعمل فيه حتى وفاته، إذ اختير أولا إماما وخطيبا في جامع مدينة الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق في مطلع سنة 49، ثم نقل في نهايتها إلى بغداد مدرسا في مدرسة تعليم القرآن في مديرية الأوقاف العامة، ثم مدرسا في ثانوية الأوقاف الدينية المدرسة النجيبية، بقي فيها 10 سنوات مدرسا للغة العربية والتجويد والتفسير والحديث والفقه، وبعد إلغاء المدرسة عين إماما وخطيبا في جامع المأمون في غرب بغداد سنة 60، ونقل في السنة نفسها إلى جامع الحاج زيدان في حي الطوبجي السلام، ومكث فيه 4 سنوات تقريبا، حيث نقل في شهر آب 64 إلى جامع فتاح باشا المبني حديثا في حي البياع، واستمر عاملا فيه ومدرسا مدة 20 سنة حتى وفاته رحمه الله. كل ما ينبني جامع جديد وكبير ينقل عليه الشيخ الحانوتي. ثم أخيرا في البياع كان أكثر أئمة وخطباء بغداد وطلبة العلم درسوا عليه في جامع فتاح باشا، لكن لم ندركه بسبب العمر في ذلك الوقت. يقول الأستاذ صادق الجميلي رحمه الله في مقال كتبه عن الشيخ بعد وفاته في مجلة التربية الإسلامية: كان الفقيد مع ما عرف به من جرأة في الحق يغار على الإسلام وأهله ويقارع المبطلين الذين يروجون الأفكار اللدامة، وتشهد له بغداد تلك الوقفة الجريئة التي لقن بها
أحد دعاة الهدم والتخريب درساً لا ينساه في الستينات، وكان الشيخ دائب التعريف في مجالسه وحلقات درسه بفلسطين وهمومها وأهلها ونكبتهم، وراوياً لما رآه من أحداث وشارك فيه من أعمال قبل اللجوء إلى العراق، ومتفاعلاً مع كل حدث أو عمل يخدم في هذا السياق. من أبنائه الشيخ محمد الحانوتي الذي أصبح مفتي واشنطن وتوفي سنة 2015 رحمه الله. بعد غزو العراق واحتلاله سنة 2003 قتل اثنان من أفراد عائلة الشيخ الحانوتي. الأول هو نجله الشيخ حامد الحانوتي إمام وخطيب كان أيضا، من مواليد بغداد سنة 1961 على يد القوات الحكومية التي اعتقلته بعد حملة مداهمات اشتركت فيها في قسم منها قوات أمريكية محتلة، وطالته مع عدد آخر من الفلسطينيين، وشملت أيضا اقتحام مجمع سكن الفلسطينيين في منطقة البلاد البلديات شرق بغداد في 13/3/2007، ثم وجدت جثته في اليوم التالي ملقاة في أحد الشوارع. والثاني هو حفيده أسامة إبراهيم الحانوتي من مواليد بغداد سنة 1973 الذي اغتالته قوات الاحتلال الأمريكي في 4/8/2004 في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، وكان وقتها يدرس في مرحلة الدكتوراه في كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد، وكان صديقا لنا رحمه الله. وقتله على غير الخلفية التي قتل عليها عمه إمام وخطيب واستهدف لأنه فلسطيني، وأخونا أسامة كان مقاوما رحمه الله. ثانيا الشيخ محمد نمر الخطيب، هو محمد نمر بن عبد الفتاح بن الشيخ سعيد الخطيب، ويرتقي نسبه إلى السيد أحمد الصياد الرفاعي الحسيني، ولد سنة 1918 في مدينة حيفا بفلسطين في أسرة علمية معروفة تتولى مهام الإفتاء والقضاء ونقابة الأشراف في المدينة التي استقر فيها في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي جد العائلة الشيخ عبد الواحد أفندي ابن محمد، وتولى إمامة وخطابة الجامع الكبير في حيفا المسمى جامع النصر. أنهى الشيخ الخطيب تحصيله الأول والثانوي في حيفا وعكا، وأخذ شيئا العلوم عن علمائهما، ثم انتقل إلى مصر للدراسة في الأزهر ومكث فيه 12 سنة. حصل في السنوات الثمان الأولى منها على الشهادة العامة، وبعد تنظيم الأزهر على الكليات اختار الدراسة في كلية أصول الدين فأكملها في 4 سنوات، وحصل على الإجازة العالية وسجل اسمه في قسم الماجستير ثم عاد إلى حيفا. استهدف الشيخ الخطيب بالاغتيال على يد منظمة الهاغانا في 19/20/1948، حيث قام اثنان من عملائها بإطلاق قرابة 32 رصاصة على سيارة كان يستقلها شمال حيفا عائدا من دمشق، فأصيب برصاصة في رئته وثلاثة في كتفه الأيسر، وقتل راكب آخر وجرح آخر، ونقل إلى مستشفى المقاصد في بيروت للعلاج، ثم إلى دمشق لاستكمال العلاج على بناء على طلب رئيس الجمهورية السورية في وقتها شكري القوتلي. وقام الشيخ بعد ذلك مدة في دمشق ثم في بغداد، وانتقل بعدها للإقامة في لبنان وبقي فيه سنوات، ثم عاد إلى بغداد ومكث فيها بضع سنوات مدرسا وخطيبا وداعيا، ثم انتقل للتدريس في معهد الدراسات والبحوث العالية بتونس في الجامعة الإسلامية بليبيا، واستقر أخيرا في المدينة المنورة مطلع الثمانينيات الميلادية مدرسا في قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية ثم في كلية التربية. له مؤلفات كثيرة في العلوم الشرعية والدعوة والفكر والأديان والمنطق والفلسفة والتاريخ والرحلات، قرابة 40 كتابا. توفي الشيخ الخطيب رحمه الله عن عمر ناهز 100 عام في المدينة المنورة عشية عيد الأضحى المبارك 9 ذو الحجة 1431 للهجرة 16/11/2010 للميلاد. جهود الشيخ الخطيب في دفع الخطر الصهيوني، أولا في فلسطين شارك في الثورة القسامية، وكان أيضا من تلاميذ القسام، وتولى إمامة الجامع الكبير بعد وفاة الشيخ القسام، وشارك أسس الجمعية الإسلامية، وعمل في اللجنة القومية التي كانت تدير أعمال المدينة، فضلا عن إدارة اللجنة الإسلامية في جامع الاستقلال، وتولى أيضا مساعدة عدد من قادة العصبة القسامية. وبعد استشهاد هؤلاء تصدر الشيخ الخطيب
رحمه الله لقيادة العمل في حيفا إلى أن استهدف فقام غيره بالعمل. أسندت للشيخ مهام أمنية ودعائية في الحكومة المحلية التي شكلها أهالي حيفا بعد إعلان التقسيم وما جرى بعد ذلك من معارك، واعتقل قبلها بسنوات ثم أطلق سراحه، ثم اتخذ من الجمعية الإسلامية مقر لتدريب الشباب على السلاح في مدينة حيفا. فهو من الشخصيات البارزة أثناء فترة الانتداب وأثناء فترة الاحتلال بعد النكبة. وفضلاً عما تقدم فقد نشط الشيخ في أعمال ومهام دعوية كثيرة، وأسس جمعية الاعتصام سنة 41 واتخذها أيضاً مكان للتدريب على السلاح من خلال ضباط فلسطينيين وسوريين وضابط عراقي. وأعانه في إدارة الجمعية الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله قبل أن ينتقل إلى العمل في الأردن. وكانت هذه الجمعية معنية بالنواحي الثقافية والتوجيهية والتعليمية والكشافة وما إلى ذلك، فضلاً عن ترؤسه للجنة المقاطعة في حيفا، مقاطعة البضائع الصهيونية، عدم التعامل مع المستعمرات الصهيونية، وكانوا يقيمون مجلس حكمي لفض هذه المنازعات ومعاقبة من يتعامل معها، حتى أنه مرة أجرى حكماً على نفسه، كلف شخصاً بشراء راديو، فلما تبين أن الشخص اشتراه من يهودي حاكموا هذا الشخص ورد هذه البيعة. أما جهوده خارج فلسطين بعد إصابته استقر في دمشق، وكان له منبر دائم يومي، برنامج يومي في إذاعة دمشق بعنوان من هدي القرآن، أصدره كتابا بعد ذلك بهذا العنوان، وبرنامج آخر عن نكبة فلسطين، وأسس لجنة للناجين كان رئيسها الفعلي، وشارك الوفد السوري للمؤتمر الإسلامي بكراتشي 49، وبقي خارج فلسطين مدة الحرب. كتبه كثيرة، أبرز هذه الكتب من أثر النكبة اللي صدر سنة 51 وأصبح المصدر الأول، بل يكاد يكون المصدر الأول للحديث عن قضية فلسطين ونكبتها ولا سيما حيفا وما حولها. فهو أسبق من كتاب عارف العارف المشهور جدا ومن كتب محمد عزت دروزة رحمه الله جميعا. أختصر وأنتهي بجهوده في العراق. بعد وصول الشيخ الخطيب إلى العراق أول مرة سنة 51 عين مدرسا في كلية الشريعة، ثم اختير خطيبا في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، لاحظ المكانة الكبيرة، خلفا للشيخ قاسم القيسي مفتي بغداد وخطيب الجامع الذي توفي سنة 55. وانتقل الشيخ بعد سنوات إلى لبنان مبعدا من السلطات الملكية وقتها في العراق. لما؟ بسبب تنديده بالعدوان الثلاثي على مصر من على منبر جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم عاد إلى العراق ثانية بعد خروجه من لبنان، وعين أستاذا في كلية الإمام الأعظم الشريعة سابقا، وهنا حصلت المعرفة لأنه كان زميلا أو كان والدي رحمه الله زميلا له في الكلية، فعرفت الشيخ نمر الخطيب منذ ذلك الوقت وإلا ما التقي. ثم أصبح خطيبا في مساجد عدة في الجانب الغربي من بغداد، كجامع رشيد دراق في حي المنصور وجامع البنية في منطقة علاوي الحلة. وشارك رحمه الله في التدريس والخطابة والعمل الدعوي، ويتجول في مدن العراق مع دعاة العراق، ومن ذلك رحلته المشهورة إلى الرمادي مركز محافظة الأنبار سنة 1950 رفقة الشيخ الصواف والأستاذ عبد الرحمن خضر والشاعر وليد الأعظمي رحمهم الله جميعا للمشاركة في افتتاح المكتبة الإسلامية في المدينة، وألقى خطبة في أحد مساجد المدينة، وشارك أيضا بفعالية في أسبوع المرأة سنة 53، وكان من أحد أبرز كتاب مجلة الأخوة الإسلامية الناطقة باسم جمعية الأخوة الإسلامية في العراق. هذا غيض من فيض من جهودهما، ولكن الوقت أدركنا فعذرا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري على هذه السياحة الماتعة في بيان تاريخ ومآثر العلماء العراقيين والفلسطينيين وجهودهم في مواجهة الخطر الصهيوني. الإخوة الكرام، نشكر لكم حسن استماعكم. في ختام هذه الجلسة لا يسعنا إلا أن نشكر الباحثين الكرام الدكتور جاسم الشمري والباحث الأستاذ داود خلف والدكتور مثنى حارث الضاري على ما قدموه من أوراق بحثية غنية، فإن شاء الله نلقاكم بعد حين.